قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم أحب إلى الله يوم النحر من إراقة الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. هدية من الله سبحانه وتعالى، أجور عظيمة، فساهم مع الهلال الأحمر القطري في مشروع الأضاحي، أدخل الفرح والسرور على الناس في أرجاء هذا العالم، ولك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، خيرك يدوم.